الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف، يعني لا تفتأ، لا تزال تذكر يوسف ولا تمتنع هذه المسألة حتى تكون حرضا مشرفا على الهلاك أو تكون من الهالكين بالفعل. قال: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. شكاية الأمر إلى الله لون من العبادة لله، لأن الأعلى إذا أصاب الأدنى بما يراه سوء يتفرع الأدنى إلى نوعين: نوع يتودد إلى الأقوى ويتعطفه ويلين له ويستغفره ويستميحه، ده إبقاء عليه وعرفان بأنه ما كان يصح أن يحدث منه ذلك، ولذلك أنا بترضعك. ونوع آخر يتأبى على المبتلي، يقول يعمل اللي يعمله. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. لأن لما يجي البأس وتتضرع إلى الله يبقى البأس غسلك من أشياء ورجعك إلى الرب اللي تعرف إنه مش هيزيل عنك البأس الأول. إنما واحد بقى يتنح، زي ما واحد مثلا يقول لك: إيه أنت جيت يا أخويا في المصلحة دي، الرئيس بتاعنا صفته كيت وكيت وشديد، ما بيخليش حد ياكل في المكاتب ولا يقرأ جورنان ولا يقابل حد ولا يشرب قهوة ولا بتاع، كله وعايزك تيجي من الساعة كذا للساعة كذا. يقول: يا أخويا ياخد اللي ياخده، كان عايزنا من الساعة كام؟ يقول لك: الساعة 8. يقول: من 8 إلا 5 هكون هنا بجراية، حبقى أقرأ الجرايد في البيت. الله، يبقى معناها إيه يعني؟ إن ولا أجعل لنفسي ذلة عنده، أكن ده منها. فإذا الاستعلاء على محدث الأحداث لون من الكبرياء. ربنا عايز لما يصيب واحد مصيبة يتأول. ولذلك سيدنا علي لما دخلوا عليه وهو شوية عنده وعكة فوجدوه بيتأوه، آه مش عارف إيه، قالوا له: يا أبا الحسن تتوجع؟ قال: أنا لا أشبع على الله، أنا هعمل على ربنا فتوة. يعني إيه الحكاية دي؟ زي ما يجي واحد كده أقوى منك ويمسكك كده وبده يبين لك إنه قوي عنك، يمسكك يجدد إيدك، تقوم إن كنت أودد ناصح تقول له: لا حسب على حدك، إنما تقول له: إيه يعني؟ يبقى إذا فيه تأب على محدث الأحداث وفيه إيمان بمحدث الأحداث وتقعد تتلطف. قال: أنا بشكو بس وحزني إلى إيه؟ وأنا أعلم من الله ما لا تعلمون. أنا عارف إن دي عبادة، إن دي إيه؟ نديا عبادة. وأعلم من الله ما لا تعلمون. وقالوا بقى ازاي يقول: وأسف على يوسف، وده ما كان يجي كما علمنا الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون. قال لك: ده دي من الأشياء اللي ربنا خص بها أمة محمد. الدعوة دي أشياء خاصة بها أمة مين؟ أمة محمد. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه. أولا المسألة مش مسألة يوسف وأخوه، ده بقى ثلاثة، جاب من يوسف وجاب أخوه. قال: لأن دولي هم المعسكر المناهض للجماعة اللي ويا بعض دول، فدوكم وإن ما كنتش أنا أقول لهم عن أخوكم هيدوروا هم عليه، إنما ده المعسكر الضعيف الثاني. أدي واحد. شيء آخر أن الكبير الذي قال: لن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي، موجود باختياره بعيدا عن أبيه، إنما ذكر موجود بحكم.
فدوك هيجي في أي وقت معلش، سأل أنه ده كبير ويقدر يحتال على الأمور وهو إلى آخره. فاللي بيهم مين؟ اللي هو يوسف. ومين؟ طب إيه؟ اذهبوا فتحسسوا، تحسسوا من الحس، والحس يجمع على حواس، حواس كتيرة، والحواس هي منافذ إدراك المعلومات للنفس البشرية. يعني المعلومات اللي بتتكون عندها بتنشأ من إيه؟ محس الأول، حواس تدركه وتتكون منها قضايا تبقى عقلية بعدين. إذن فالأصل قنوات المعرفة اللي هي إيه؟ الحواس. الحواس قالوا إنها لما يجوا يتكلموا عنها يقولوا الحواس الخمس اللي هي إيه؟ السمع والعين البصر والشم والذوق واللمس. الله، هي دي الحواس اللي بندرك بها الايه؟ الاشياء. لما ندرك الاشياء المحسه تبتدي تتكون عندنا معلومات عقليه، يبقى خانونه كل المعلومات ايه؟ الحواس. الحواس دي قالوا خمسه الظاهره، ولذلك احتاطوا بالعلماء قال لك الحواس الخمس الايه؟ الظاهره. لانهم بعدين اكتشفوا في وظائف الاعضاء ان في حواس تانية بتدرك معلومات ما هيش من دي. ام قال لك انت اذا مثلا حملت شيئا وحملت شيئا اخر تقول دي اتقل من ده، فباي شيء ادركت ثقل هذا عن هذا؟ باي حاسه؟ بعينك؟ طب كنت تقول ده تقيل وده تقيل وهم على الارض. باللمس؟ طب كنت تحط ايدك على ده وحط ايدك على ده وقول لي مين اللي تقيل. قال بالشم؟ بالذوق؟ لسانك والحس ده والحس ما كده. يبقى ما تعرفش ان ده تقيل وده خفيف الا بايه؟ بحاجه تانية، وهي بايه؟ انك تشيله. الله، يبقى ادركت ان ده تقيل ازاي؟ ام قال لك بحاسه اسمها حاسه العضل، دي الخفيف اجهد عضلي قدر، والتقيل اجهده اكتر شويه، او انا اعرف ان ده اتقل من ده. خلاص، ادي حاسه وحس. طيب تمسك زي ما قلنا زمان، تمسك قماش، شوف القماش ده سمكه قد ايه، يعني ده ما يجيش على كذا من الملي، ومع ذلك تمسك ده تقول لا ده اراق. الله، طب وانت ايه اللي خلاك تدرك ان ده اراق؟ انا املك ايه؟ دي حاسه البين والبعد، ده هو ابعد اناملك عن بعضها اكتر من الثاني. قلت ده ايه؟ تخين، وده ايه؟ وده رفيع. حس ملكات في النفس الانسانيه ايه؟ كثير، كل ملكه بتؤدي ايه معنى، ولكن الملكات الظاهره اللي بتدي المعلومات المشتركه القدر العام دي يعني اللي هي الايه؟ الحواس الخمس. يبقى كلمه فتحسسوا يعني ايه بقى؟ اعملوا كل حواسكم علشان توصلوا للحقيقة. ازاي؟ مش احنا نقول مثلا الواحد ده فلان ده سموا الجاسوس عين لانه رايح يشوف ايه اللي حصل، ودلوقتي بقى ودن علشان بيشوفوا ايه اللي بينقال، مش كده ولا لا؟ الصنط، الصنط يعني بيستعمل حاسة ايه؟ حاسة السمع. الله، وبيتجسس بيستعمل حاسة ايه؟ العين، ولذلك بيسموا الجاسوس العين. يبقى مرة يستعمل العين، مرة يستعمل الايه؟ الاذن، مرة برضه يستعمل حاسة تانية اللي هي انفه. ولذلك احنا في عرفنا العام من كده نقول يا اخي روح شمشم لنا على الحكاية دي كده. الله، شمشم لنا على الحكاية دي برضه من الحس ولا لا؟ فتحسسوا يعني شغلوا كل ايه؟ كل حواسكم عشان توصلوا لنا للحكاية ايه؟ للحكاية دي. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف واخيه، من اجل يوسف وايه؟ واخيه. ولا تيأسوا من روح الله. اوعوا تقولوا ما احنا روحنا وتحيلنا وعملنا، برضه لا يزال الله موجود ولا يزال لله رحمه، ويقولوا لا كرب وانت رب. الاشياء اللي تعز عليك بقانونك الجا الى مين؟ الى الله. كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا حزبه امر قام الى الصلاه، يعني وقف بين ايدين رب، يا رب دي فوق اسبابي ما اقدرش عليها، يقوم ما انتهيش بالسلام الا وقد ايه؟ فتح عليه بالايه؟ بالحل. وجربوها في اي شيء يصيبه. نعم.
ولا تيأسوا من روح الله. كلمة روح وفيه روح، الروح هو الرائحة التي تهب على الإنسان فيستروح بها. افرض كده انك انت قاعد والدنيا قيظ ومكتومة الدنيا، وبعدين جت ايه نسمة لطيفة برد رتبة كده، اهي دي اللي يسموها الايه الروح. الروح هو الايه الحاجة اللي تخليك تنتعش بعد ما كنت ايه الحر كثمة كده، تقول يا سلام الهبة دي حلوة، تقول عليها بنقول عليها احنا ايه الدنيا فكت، مش كده؟ اهي دي اسمها روح. يبقى لما يجي قص شديد قوي وتحب ناس ما يسمها ايه روح. ولذلك الريحة اللي تيجي وياه من التعطير ده بتنعش الواحد، ولذلك هيقول في الآخرة فروح وريحان وجنة نعيم. الله، الروح شيء يهب كده بالحاجات الحلوة كده، بناخد لها مثل من الحسيات زي ما بنقول كده، نكون مرار نكون قاعدين والدنيا كاتمة وعمالين نعمل كده، وبعدين نقول ايوه يا سلام الدنيا فكت جات لنا شوية ايه، وخصوصا ان كنا قاعدين بقى في حتة بستان يقوم الروح دي تجيلنا بشوية ايه روائح جميلة كده اهو المزيج ده. لا تيأسوا من روح الله. وبعضهم يقول لك فيه برضه ولا تيأسوا من روح الله. طب وايه ايه الفرق بين ده ودي؟ اما قال لك اذا كان الله سبحانه وتعالى جعل الروح لما ينفخها في الجماد يتحرك، يبقى الحاجة اللي ما تجيش ابدا ربنا يقدر يقول لها تعالي تعالي قد بعضها تمام. ولا تيأسوا من روح الله انه، اي القضية المبدأ اللي يجب ان يسير عليه المؤمن، لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. اللي ملوش رب هو بقى اللي ييأس. ليه؟ قال لك لأنه استعمل كل أسبابه فعجزت وملوش رب، يبقى يعمل إيه بقى؟ يبقى لازم ينتحر. مش بقى اللي بيحصل، إنما المؤمن ما ينتحرش والله برضو ليه رب، لي يا ربي يعلمني لا كربه وأنت رب، لي يا ربي خلصني من دي، لي يا ربي خلصني زي أنا معه إن شاء الله. إذا لا ييأس من روح الله إلا الإيه؟ ليه؟ أم قال لك لأن لما يكون عندك أشياء الأسباب التي أعطاها لك أكدت، إنما بقي معطي الأسباب يجيب لك بلا أسباب. ولذلك من حيث لا يحتسب، يعني إيه؟ من يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. مش داخله في حساب، من غير حساب كده، ما دام من غير حساب تبقى بالمسبب بقى، تعمل حسبة حكاية ومش عارف قول يجيني منها كذا وكذا وما يجيش منها حاجة، وبعدين يجي لك حاجة من غير ما بتحصلش. دي اللي بتعمل مسائل بتحصل لكل واحد، وأتحدى أن يوجد واحد ملوش في حياته قضايا من هذا النوع. بس إيه ساعة ما تجيله الأشياء ويعز ما يأس ما يقنطش، يقول ده ليه يا رب، لأن ليه يا رب ده هو الرصيد اللي إيه الرصيد النهائي. قلنا زمان ان اب انك سائر في الطريق ومعاك مثلا جنيه في جيبك، وبعدين ضاع منك الجنيه ولا عندكش غيره، تزعل ولا ما تزعلش؟ طب ان وقع الجنيه اللي من جيبك دي وفي البيت 10، زعل خفيف. طب وان كان البنك فيه 1000؟ الله، كل ما يكون الرصيد فيه يقوم يطمنك على الاحداث اللي ايه. فاللي له رب يعمل ايه بقى؟ انا بقول لك ده ليه يا رب، ليه يا رب فوق الاسباب، ولا المسألة دي ايه؟ ما دام مسألة مش من داخل تفسيرك ولا عملك، فاعلم ان لله فيها فرج. لله فيها ايه؟ لله فيها فرج. طيب قال لك ليه ازاي ييأس الانسان؟ ليه؟ كيف اللي ييأس من روح الله يبقى؟ قال لك لانه كان يؤمن بإله وخلق الاسباب واداني حاجة فوق الاسباب، يا ما يعلمش اللي انا فيه يبقى ما ينفعش يبقى إله، مش هؤمن به. مش عارف. خلاص يا يعرف ولهش قادر يبقى عاجز، مش كده ولا لا؟ يا يعرف وقادر وبخيل ومش عايز يديك يا اخي. اي وصف من دول يوصل للكفر، اي وصف يوصل ايه للكفر. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف واخيه ولا تيأسوا من روح الله انه لا ييأس من روح الله الا القوم الكافرون. فلما دخلوا عليه، شوف لقطة اسمها النقلة، اسمها الايه، سبنا يوسف وسبنا ابوهم وسبنا مش عارف ايه وفوجئنا بانهم ايه، ما قالش بقى ومشوا وراحوا وجم التفاصيل دي. فلما دخلوا عليه، كلمة عليه دي ضمير، والضمير لازم يعود على معلوم، على مين؟ طب وهو فيه غيرهم وهو مش بطل في الحكاية الا مين؟
المسائل عند يوسف كلها. فلما دخلوا عليه قالوا يا ايها العزيز، شوف بقى التفخيم اللي. يا ايها الايه العزيز، مسنا واهلنا الضر، الجوع سيرنا الى هزال. شوف ترقيقات القلب، تفخيم له وترقيق على حالهم الضعيف، بينقلوا الى من اعلى له ومن ادنى له. يا ايها العزيز، مسنا واهلنا الضر، وجئنا ببضاعة مزجاة، فأوف لنا الكيل وتصدق علينا، إن الله يجزي المتصدقين. الله، طب ده هم دين يتحسسوا من يوسف وأخيه ومش عارف، قال لك ما هو ده المدخل، يدخلوا عليه بالترقيق، ترقيق القلب والترقيق والتفخيم، علشان ما لما كلمة عزيز يعني على المالك المتصرف اللي قال عليه مكين ومش عارف وإيه، يعني اللي هنطلبه منك مش خارج عن ايه؟ عن سلطانك، تقدر برضو تعمله عزيز. واحنا دعاء، مسنا واهلنا الضر، بقى عندنا هزال من كثره الجوع فعايزين طعام، وجئنا، شوف الكم، وجئنا بالاسمان ببضاعه مزجاه، ما احنا عارفين. فلما وجدوا بضاعتهم ايه؟ ردت إلى بضاعتهم، يعني الحاجات اللي كانوا جايبينها عشان يشتروا إيه؟ يشتروا بيها. يبقى بضاعة مزجاة يعني الأسماء، مزجاة يعني إيه؟ بضاعة مزجاة نسمعها كتير. قال لك مزجاة دي الدفع، مدفوعة. ألم ترى أن الله يزجي سحابة، يدفعه كده على بعضه ثم يؤلف بينه، مش كده؟ ثم يجعله ايه؟ ركابا. يزجي يعني ايه؟ يعني يدفع. طب وبضاعة مزجاة يعني تدفع، ده يعني ايه؟ أم قال لك التي الذي معه البضاعة يدفعها، لأنها يعني زايد فيها، يبقى يدفعها كده ومرتاح. طب جرب نفسك كده، معاك فلوس جديدة ومعاك شوية فلوس قديمة كده، يبقى نروح نشتري أي حاجة، اول ما تيجي تحط ايدك، تحط ايدك على ايه؟ القديمه دي اللي تندفع، ادي من ناحيتك. دي بتحصل لنا كلنا على الأرض، تبقى مدام دي تندفع كده، يبقى معناها ان فيها خصله ما تحببش الواحد فيها، ويمكن بده يتخلص منها، مش واخد بالك؟ او مدفوعه ممن ياخذ، يقول لك لا يا عم دي مسحك، ودي مش عارف ايه، دي ايه، يردها لي، ده النمره ضايعه. الله، يبقى مزجاه يعني مدفوعه من الذي يشتري او من الذي يبيع، تبقى دليل على انها رديئه ولا مش رديئه. لا، كان بلغ بنا الحال من مس الضر لنا، اننا حتى ما عندناش الاتمان اللي احنا كنا بنجيبها الاول، اللي هي تساوي الاشياء بتاعتكم. وجئنا ببضاعه ايه؟ مزجاه. اوعى البضاعه المزجاه دي تاثر في المكيل اللي انت بتديه لنا، فأوف لنا الكيل. وما كانتش تقضي ايه؟ يعملها صدقه يا شيخ، وان الله يجزي المصدقين، ردوه الى ثمن اعلى من اسمانه. الله، يبقى ادي الكلام فيما يتعلق بالايه؟ بالموضوع الميرة والطعام. فلما دخلوا عليه قالوا يا ايها العزيز، مسنا واهلنا الضر، وجئنا ببضاعة مزجاة، فأوف لنا الكيل وتصدق علينا، إن الله يجزي المتصدقين. لك تصدق علينا، ده هم أولاد نبوة، وأولاد النبوة ما تجس عليهم الصدقة. قال لك لا، ده دي خاصة بأمة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، شو بقى الترقيقات جابت نتيجة. كان الرد منه إنه هو لما بص لهم، قالوا بقى في التاريخ أنه تبسم وضحك، فلما تبسم وضحك بانت ثناياه، وكانت ثناياه ثنايا مميزة عن ثنايا جميع من رأوا، معروفة دي ثنايا يوسف دي. أم هو قال إيه؟ أول بقى ما ترقى كده والمقدمات دي وتحنن زي ما بيقولوا، قال هل علمتم
طب خليك كده، هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه؟ انه لما قال الكلام ده بالبسمه بتاعته قالوا انت يوسف. قال انا يوسف هذا اخي قد من الله علينا، انه من يتقي ويصبر النتيجه بتاعته تكون كذا وكذا وكذا وكذا. يبقى انتهز الفرصه اللي فيها المساله واخده حدها من الدهشه، اولا فوجئوا بان هو قال لهم انا ايه؟ انا يوسف. قالوا له وشافوا بقى الضحمه، يعني خلاها كده جربها كده، يقول هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه؟ ساعه ما يقول كده وهم بعدين يتنبهوا لان ده يوسف، يقولوا انت يوسف، يقول ايه وانا يوسف وده اخويا. قال طب ما اخوهم عارفينه معطيين عنه. قال لك لا، ده وهذا اخي انه دخل في النعمه وياي وقعد القعده اللي انتم شايفينها دي، وربنا اعز وعمل فيه واوى الى اخر. هذا اي انك لانت يوسف؟ قال انا يوسف. وهذا ايه اخي قد من الله علينا. يا سلام. انه من يتق ويصبر فان الله لا يضيع اجر المحسنين. جاب القضيه في قضيه عامه تنفعهم وتنفع كل من يسمعها وكل من يتلوها ويقولها بعد بينة من واقع أحداث مروية بدأت من قصة الرؤيا التي رآها يوسف وانتهت إلى هذا الموقف. مش كلام كده بلا دليل، كلام له واقع يؤيده. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ ساعة ما يجيب الكلام كان يقدر يقول لهم ايه؟ انتم اللي فعلتم بيوسف كذا، لكن هو يجيبها في مقام الاسلام خليهم هم اللي يقولوا. شوف التلطف الجميل، مش عزه النصر وعزه الكبرياء بقى اضغطوا وخلتهم، وبعدين يلتمس لهم العذر. انتوا فعلتوها وانتوا كنتوا لسه مش ناضجين وما تاخدوش بالكم قوي، اصلكم عملتها وانتوا جاهل. كان جاهل الله، يبقى معناها ايه دي؟ ده بيدي لهم ايه؟ بيدي لهم شيء من العذر علشان يخفف عنهم صدمه الايه؟ المفاجاه. وتعلموها من الحق، لان يجي الحق سبحانه وتعالى يقول له يا ايها الانسان ما غرك بربك الكريم؟ ايه اللي غرك فيه عشان تقعد تعصاه وتتمرد عليه كده؟ قام قال له كرمك. ما انت اللي قايل اهو ما غرك بربك. أم قال ده هو قال ما غرك بربك الكريم عشان يلقن الحجن. ايه اللي غرك بربك وجرأك على قال كرمه؟ ما غرك بربك الايه؟ هو اللي قال ايه. فكذلك اذ انتم جاهلون، يعني زي ما يكون واحد عمل وياك حاجه اقول اصلك انت كنت طايش ما انتش واخد بالك، انما دلوقتي بقيت عاقل وفاهم الامور وفاهم مش عارف ايه يبقى بتدي له عذر ولا ما بتديلوش عذر؟ بتدي له عذر. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا. احنا كنا عايزين نبقى مقدمين عند ابونا ونبقى ولو زيك حتى مقدمين عند ابونا، انما انت وصلت الى ان تصير مقدما عند رب ابينا. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وان كنا لخاطئين. ان كنا، انه اي الحال والشأن، كنا خاطئين. في فرق بين خاطئين وبين مخطئين. هناك قال ايه العزيز؟ قال ايه واستغفري لذنبك انك كنت من الايه؟ من الخاطئين مش من المخطئين. يبقى لازم الماده واحده، الخاء والطاء والهمزه، بس دي لها معنى. ودم الخاطئ هو الذي يعلم منطقه الصواب فيتعداها، انما المخطئ ما راحش للصواب انما لانه ما يعرفش مكانه. الاثنين ما وصلوش للصواب، الخاطئ والايه؟ بس الخاطئ لا يذهب الى الصواب وقد علم موقعه، والمخطئ ما ذهبش للصواب وقد علم ايه؟ موقعه. قالوا تالله، تالله يعني قسم، زي والله وبالله وتالله. لقد آثرك الله علينا، معنى آثره خصه بشيء فوق ما ايه؟
ما خص به الآخرين. آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين، دي وزنة لعدالة الله، مش آثرك الله كده يعني إحنا اللي كنا إيه غلطانين فإحنا اللي نستحق وإنت كان معتدى عليك، فيبقى المسألة آثرك الله علينا وإن كنا، وإنه أي الحال والشأن، كنا لخاطئين. قال لا تثريب عليكم اليوم. قال لا تثريب، التثريب معناه اللوم العنيف، مأخوذ من السرب لما يذبحوا ذبيحة مثلا ويجيبوا الأمعاء بتاعها تقوم تلاقي دهن حواليها كتير كده، دي اسمه ثرب. لما يصيبها هزال ولا أي حاجة ولا ما تاكلش تبتدي تاخد من الدهن ده وإيه، فالتسريب اللوم يقول لك إيه ده خلى دمه ينز ولا شحمه ينزل ولا يعني يقعد يعمل فيه لحد ما إيه، فيقول لك يبقى التسريب اللوم العنيف الذي يكاد يصل بالإنسان إنه إيه إنه ينزل به ويسله. لا تسريب عليكم اليوم. اليوم أيوة بعد ما قلت كده وعملتم وتبتم ورجعتم إلى الله وإلى آخره، يبقى ما فيش إيه تسريب عليكم اليوم. لها قصة في أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما فتح الله عليه مكة جاء العباس عمه وجعل أبو سفيان لأنه كان له به ود يدخل بقى في الإسلام وعايزه يقابل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو سفيان له مواقفه من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسيدنا العباس قال لأبو سفيان احنا هنذهب وستلقى رسول الله، فساعة ما تقول له قل قال لا تسريب عليكم، يعني أبو سفيان يقول للمين؟ يقول لرسول الله قال لا تسريب عليكم، يفكروا بالعفو والمش عارف الايه واللوم. فرسول الله ابتسم وقال غفر الله لك ولمن علمك. وقالوا في التثريب أنك إذا صنع إنسان ذنبا واستغفر الله منه فإياك أن تأتي له بهذا الذنب تاني، لأن ما دام استغفر صاحب الشأن مالك أنت بقى، ما تجيش للحرام اللي خدوه وحبسوه ولا عملوا فيه وبعدين كل ما تقابل تقول له يا حرامي. حتى إن بعض العلماء قال الذي يقذف إنسانا بذنب استغفر الله منه يبقى قذفه ولازم ياخد حد القذف، لأنه هو أذنب الذنب واستغفر عند صاحب من يملكه، يبقى مالكش أنت إيه، مالكش أنت حشرة في المسألة إيه. ولذلك يقول لك إيه، إذا زنى النبي، حديث النبي إذا زنت جارية أحدكم فاضربوها الحد ولا تثربوها، خلاص ما تقعدش تمسك لها بقى يا بنت اللي مش عارف ايه، نسيها الحكايه دي، نسيها الحكايه دي احسن، يصيبها لدد العناد، ولما يصيبها لدد العناد وتعرف انها المساله هي حرامي حرامي يقول لك كل ما قابله حرامي خليني حرامي بقى، انما لما تسكت عنها كده هو ينبسط لما المساله ما يجددش حاجه بقى ايه تعجب. لا تسريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. طب هو بيقول يغفر الله لكم اليوم ويغفر الله لكم، ما يمكن استغفروا قبل كده؟ قال عندي معرفتي أنا لحد إيه معرفتي وهو أرحم الإيه الراحمين. بقيت المسألة بقى هيرجع مرجعنا لأبوه بقى، ما المسألة بينهم وبين بعض خلاص. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. خلاص بقت حلوة. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي، ما هو عرف أن أبوه بيضت عينيه من الحزن وإلى آخره، عارف القضية وعارف الإيه؟ عارف القصة. اذهبوا بقميصي هذا، مين اللي تناوله بقى؟ الكبير اللي قال إيه؟ لن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي. قال له أيها العزيز إنني الذي حملت القميص بدم كذب إلى أبي، فدعني أحمل هذا القميص لأبي عشان دي تقابلها، خليني أقابلها أعملها بقى.
نعم. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي. ألقوه على وجه أبي يأتي بصيرة. يأتي يعني يجيني مبصر في صح، هو عايز يشوفه بقى بإيه سليم كده كويس، أو يأتي بصيرا يعني يرتد بصيرا وبعدين يجي لي مبصر. ما المسألة تلتقي ولا لا؟ تلتقي. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. شوف بقى التعبير القرآني تعبير دقيق. كان الأصول الجماعة دول ولاد نبوة وأسباط ومش عارف يقول إيه، قال لا باللي له ريحة قرابة بكم هاتوه، توني بأهلكم مش بأهلكم. بأهلكم كان يجيب له بقى الايه الأعياد. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. قالوا إن حينما طلب يوسف من الملك أن يجعله على خزائن الأرض عشان السبع الخصم والسبع الشداد وسياسة التموين في أيام الجدب، ودي عايزة حفظ وعايزة علم وعايزة أمانة وعايزة مش عارف إيه، كان يأخذ الأسمان للمورة يعمل الطعام ذهبا وفضة. ما عندهمش ذهب وفضة يجيبوا جواهر الكريمة الأحجار اللي زي الياقوت اللي زي مش عارف الإيه اللي زي إيه، ما فيش يجيبوا له مثلا يجيبوا له دواب، ما فيش يجيبوا له استرقاق. استرقاق الناس جعانين يقولوا خد الايه، خد الولد ده عندك رقيق ودينا ناكل بتمن ياخده. الله يقول لك ده منافق، ازاي المساله دي؟ لا ده بيقول اني حفيظ وعليم، بيعمل عمليه تموينيه مضبوطه. ليه ده سنين هتيجي سنين جد، سنين جدب عايزه ايه؟ عايزه زي ما يقولوا شد الحزام على البطن. ما اكلش في سبعه امعاء، اكل في معن واحد زي ما بيقول النبي المؤمن ياكل في ايه؟ معن واحد، والكافر ياكل في سبعه ايه؟ امعاء. يبقى مش عايزه بقى نهى، مش عايزه شراء، عايزه حساب بحساب. قال لك بحساب دي ان كان تطوع محدش هيلتفت له، انما ان كان بالفلوس ويدفع هياخد على ايه؟ على قده. وبعدين بعد ما خلصت المجاعة جه لكل واحد خد منه حاجة قال له خد ايه. طب ما انت ما لم كنت ناوي تديهم ايه خدتها منهم الاول؟ قال لك لا، لانه لما يعرف انه كان لقمة هيدفع ثمنها من معاه هياخد على ايه؟ على قده. انما من غيره زي ما بيحدث، مش بنأكل العيش للمواشي. فاذا هو يغليها ليه؟ عشان ايه؟ عشان كل واحد ياخد على قده. ولذلك لما تلتفت تلاقي حاجه خد سعرها الصح، الانسان هو اللي بيضبط نفسه، بيضبط نفسه. لما بقى في عيش بينباع ب10 سعر، عاده الناس بتجيب على ايه؟ على القد. ما نشوفش رغيف مين ده بيترمي، ولا رغيف يتين الحمار ولا لخروف ولا مشوفش. انما بقى العيش اللي بنا نيجي ناكله ما يتاكلش ويترمي، كله عجين وكله مش عارف ايه وبتاع، والرغيف بقرشين ساغ اخد مش ارخص من مش عارف الايه اخد ودي. قال لك لا، ان كان بيدفع، ولان الدوله او الحاكم امه محدوده، جماعه محدوده، يجب أن نتنبه إلى أنها لا تعمل لأمة متعددة، بل كل واحد يعمل لنفسه. ساعة ما كل واحد يعمل لنفسه كل واحد يبقى على قده. ما معيش تمن اللحمة ما تجيش نفسي ليه؟ ده حتى كبرياء النفس تقولك ده أنا ما عنديش بحب اللحمة، ده بتتعبني والله. اللي بيحصل كده يقول لك يا سلام على السمك الصغير ده، هو ده اللي في اصابي، انما ده كان مدفل وحاجه. الله الله الله، يا سلام على الفجل المورور في مش عارف، على قده. ما يتهمش نفسه بانه مش قادر، يقوم بياخد على قده. يبقى اذا لو تحمل كل انسان بحركته في الحياه ما يقوته ما يحصلش. انما تقول لك ادعم، وحتى انك تدعم لامتى يا اخويا؟ تدعم لامتى؟ خلي كل واحد الجوع يعدي ولاده ويدور له على اي حته،
يقسم الرغيف كده ويعملهم. احنا قلنا زمان لما تدخل وما تلاقيش الا طعميه واحده اللي باقيه تقعد تجيب الرغيف وتقسم الطعميه على اخر لقمه، وان كانوا خمسه نص طعميه على لقمه. والنفس راغبه اذا رغبتها واذا ترد الى قليل تقنع. اذهبوا بقميصي هذا يأتيني بأهلكم، لا بأهلكم، ويأكدها أجمعين، اوعوا تسيبوا حد طوروا يعني معهم. ولما فصلت العير، فصلت تدل على أن كان شيء ملتصق وانفصل كده، فصلت العير يعني تجاوزت المدينة، طلعت برا بقى، ابتدأت في الإفشال، سابت المرافق، مسكت الطريق اللي يقول له طلعني من البلد خليني أمسك الإيه، أمسك الطريق خلاص كده. ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف. لولا أن تفندون، تفندون يعني تنسبونني إلى الفند وهو التخريف، إني لأجد، ويأكده إني لأجد ريح يوسف، ما هو القميص، والقميص بقى بتاع يوسف اللي كان لابسه وفيه ريحته ولا مش فيه ريحته. الآن ثبت أن الصور بتاعة المرائي والأصوات اللي يقولها الإنسان في أي مكان يخيل لك أنها راحت، لكن العلم دلوقتي ابتدى يدعبس بوسائله الحديثة ويجيب الصورة لأي جماعة بعد ما يكونوا قاعدين، بعد ما يقوموا بساعتين ولا بساعة ولا مش عارف ايه، ويقدر يجيب الايه، مما يدل على ان الصور لها نضح من الظلال والاشعاع في المكان ما يضيعش الا بعد مدة. بس يضيع فين؟ يضيع متوزع في الهواء، هو كان في حتة قد كده يبتدي يشع يشع يشع. وكذلك الاصوات، ولذلك بقول لك بيفكروا دلوقتي ان يجيبوا اصوات الناس اللي ايه اللي فاتوا. الله، ازاي دلوقتي اكن دي كل حاجه محبوسه في الكون؟ قال لك ايوه كل حاجه محبوسه في الكون، قال لك والريح برضه كده بالشكل ده. والدليل على ذلك انه يستدل بريح الاشياء اللي بيشمها الكلب على مسار الايه؟ صاحب البتاع، يشم مش عارف ايه ويشم المخدرات ويروح للحقائب ويعمل كده، الله، كان الريح له دلاله ولا ملوش دلاله؟ الله. طيب اذا كان الانسان العادي دلوقتي هيبتدي يفكر في مسائل زي يجيب الصوره ويجيب الاصوات والريحه تدل الحيوان على المكان، يبقى نستبعد بقى ان لما فصلت العير. اشمعنى لما فصلت العير؟ ليه يعني القده ليه؟ أم قال لك لانها لما تكون لسه في المدينه ريحه القميص مختلطه بريحات كتيره، المطابخ ياما بتعمل والمش عارف ايه والمباني بتحوش، انما لما راح للخلق الهبة ماشية على طول كده مثلا. الله، يبقى ايه المانع من انها برضو تكون هي دي زي ما الكلب يقول بيروح ايه يشوف لنا المصائب دي؟ يبقى اذا كل شيء في الكون لا يذهب، علشان نؤمن بان علينا كراما كاتبين يعلمون ما في الكون. اذا كان كل حاجة مسجلة في الكون يبقى خلاص كل حاجة مسجلة في الكون، اوعى تقول لا ده دين هربت ايه. ولذلك يجيب لك الكتاب ويقول لك اقراه انت، انا مستأمنك يا شيخ اقرا كتابك انت، شوف انت مأمون على الله. نعم. ولما فصلت العير قال ابوهم اني لاجد ريح يوسف لولا ان تفندون، يعني تنسبون الى ان انا بخرف. قالوا تالله انك لفي ضلالك القديم، برضه هتجيب لنا الكلام اللي ما يتصدقش دي، ما تسيبنا بقى من الحكايه بقى دي يعني مش عارف ايه، في ضلالك يعني مش الضلال اللي انتوا ايه اللي انتوا عارفينه دي، يعني في الجزئيات اللي ملهاش علاقه بالتدين يعني. فلما ان جاء البشير القاه على وجهه فارتد بصيرا. شوفوا بقى، شوفوا انتصارات الحق والنبوه. قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. ودي ليه بيقولها؟ إدلال؟ لا، علشان يعطي الثقة والتوثيق لأخبار كل نبي.
انا دلوقتي أؤيد الكلام اللي انا ايه قلته. يبقى لما يصلكم خبر من معصوم يبقوا اوعوا تقفوا بعقولكم فيه. ليه؟ لان العقول بتاخد مدركات الاشياء على قدرها، وفي اشياء فوق مدركات العقول. اللي فوق مدركات العقول دي لما يحدثكم بقى معصوم اوعوا تكذبوه، ولذلك تاخدوها كده نقول انا فهمها مش فهمها ده موضوع تاني. قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون؟ قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا. لكن بقى إيه الذنوب كتير، عملوا حاجات كتيرة، إنا كنا إيه مخطئين ولا خاطئين؟ برضو خاطئين. قال سوف أستغفر لكم ربي. الله، دكها سيدنا يوسف قال ايه؟ لا تسريب عليكم اليوم يغفر الله لكم، كلام انما دي قال سوف. نعم، حتى مش ساستغفر لكم، لان استغفر لكم يبقى الان، س يبقى بعدها بشويه، سوف يبقى بعدها بمده اطول، قال سوف. ام قال لك لان عاده الشبان يستجيبون للعاطفه سريعا، انما الكبار يراوي في المساله. قال انا سوف استغفر لكم ربي دلوقتي. قالوا يا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئين. والشيخ الالوسي رحمه الله عليه يقول انما كان ذلك لان الاخ غير الاب. الاخ مطلوبات البر فيه لاخيه أقل من مطلوبات البر من ابن لأبيه. فالأب يبقى واخد على خاطره أكتر شوية، مش زي الإب، مش زي الأخ. الأب يبقى إيه؟ ليه؟ لأن الأخ ملوش الحق على أخوه زي ما الولد له الحق على مين؟ على أبيه. قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. فلما دخلوا على يوسف، الله ده المسألة اتنقلت على طول كده. قال يرجع مرجوعنا بقى، ما هم ده هم في المكان بتاع ابوه، واكنهم بقى لك وتجهزوا وجابوا الاهل وعملوا مش عارف ايه والركب، وتنهم رايحين على مين؟ على العزيز. فلما دخلوا على يوسف آوى اليه ابويه. اولا الجد ما كانش موجود، يبقى الأب هو اللي كان موجود، يبقى بيغلبه دائما جهة الأبوة على جهة الأمومة، وبيجعله الخالة لأن الأم ما كانتش موجودة، وبيجعله الخالة في مقام المين؟ في مقامه. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. أمال دخلوا عليه إيه؟ ده هم لما دخلوا على يوسف وبعدين آوى إليه أبوه وبعدين قال إيه؟ ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. يبقى يبدو على أن دي على عادة الناس في استقبال العظماء، ساعة ما يجي واحد عظيم يعملوا له بتاعة استقبال بره البلد، يقعدوا بقى إيه؟ يعملوا له حتة كده بره البلد ويستنوه مش عارف، وبعدين إيه يدخل البلد. ففيه دخولان، دخول عليه في مقر الاستقبال ودخول عليه في مقر الحكم. فلما دخلوا على يوسف، أي الدخول الأول، آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله إيه آمنين. ورفع أبويه على العرش، محبش يتميز عنهم، ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. خروا له سجدا، له ديا سجدا له، ولا خروا من أجله سجدا؟ من اجل ان ربنا لموا عليهم فخروا لاجل لقائهم به، خروا سجدا لمن يخر سجودا اليه وهو الله. ولذلك لما يجي يقول لك ازاي ادم يسجدوا، السجود لله يا اخوان، هو اللي قال لهم اسجدوا. هو مين اللي قال لهم اسجدوا؟ من الملائكه. طب هو الله، انت غيران قوي على ربنا اكثر من ربنا. هو قال لهم، هو اللي قال لهم اسجدوا. ولماذا تأخذوا على أنهم سجدوا لآدم؟ سجدوا لآدم من أمر من آدم، ولا سجدوا لآدم بأمر من رب آدم؟
طب وليه؟ قال لك طين وشوية طين وعملت فيه كده الحكاية دي، لازم ايه ساعة ما تشوفوه اسجدوا سجودا ايه خاصا به شكرا لله الذي ايه خلقه هذا الخلق. و إلى لقاء آخر إن شاء الله.